جورا الجلالة هو موجود في مدينة الجلالة اللي هي على البحر دايركت. احنا كونسبت مختلف عن اي حد، احنا صف اول على البحر، الوحدات عندنا كلها شايفة البحر، ما عندناش وحدة مش شايفة البحر. العميل دلوقتي بيقدر ان هو ياخد يونت، زي ما استاذ زمان كان لسه بيتكلم ان هو بياخد يونت مميزة مش هتكون عند حد تاني. ليه؟ لان هو بينزل من اليونت بتاعته بيلاقي نفسه على البحر على طول دايركت. احنا اللوكيشن بتاع سوري شكل المشروع بتاعنا على حرفين يو، بيخلي اليونت بتاعتنا كلها سي فيو. ساندي بيتش، عندنا اتنين ريكي بيتش على البحر، الخدمات دي الخدمات بتاعتنا. طب احنا عايزين بقى استاذ محمد تفاصيل عن الخدمات دي، يعني هو بشكل عام فكره ان الدوله تتجه انها تعمل مدينه زي مدينه الجلاله وانها تبقى مدينه عالميه، يعني اعتقد النهارده المصريين او العالم بره شايفها اكتر ما احنا اللي جوه مصر شايفينها. بالظبط. ايه اللي يخلي الانظار رايحه ناحيه الجلاله بالشكل الكبير ده، وبالتالي اي مستثمر او مطور عقاري بيفكر انه يعمل يبقى لازم ياخد نفس الاتجاه والخط اللي الدوله ماشيه فيه؟ بالظبط، كلام حضرتك منطقي جدا. هي مدينه الجلاله هي توجه استراتيجي للدولة المصرية، زي التوجه اللي الدولة توجهته في العاصمة الإدارية، في العالمين الجديدة، في المنصورة الجديدة، في مدن كتير جديدة. فهي مدينة الجلالة إيه أهميتها؟ أهميتها هي أولا قربها من القاهرة، لأن هي دلوقتي بقت فيرست هوم مش سكند هوم زي ما الناس متخيلة. أنا مدينة الجلالة كلها هي 17,000 فدان، في الريزورت الرئيسي بتاع الدولة اللي هو أشهر حاجة فيه فندق تيوليب الجلالة، وفي بقى قطع أراضي للمطورين حوالين الريزورت ده زي ما بيقولوا. بس من أهمهم القطع اللي موجودة على البحر. أنا القطعة بتاعتي، قطعة الأرض بتاعتي جورا الجلالة، هي على البحر دايركت، كل المشروع على البحر. أنا عامل أوتيل على البحر مباشرة، عندي اوتيل في الدور الارضي والاول بيقدر يسيرف على الشاليهات الفندقيه. الشاطئ عندي ساندي بيتش بالكامل، شاطئ رملي بالكامل، لان معظم الفيدباك عند العميل ان العين السخنه هي شواطئ صخريه. لا بالعكس، هي مدينه الجلاله كلها هي شواطئ رمليه بالكامل. زي ما كنا بنتكلم على اللوكيشن، انا اللوكيشن بتاعي 550 متر من تيوليب الجلاله، من فندق تيوليب الجلاله او ريزورت الجلاله الرئيسي. يعني هنلاقي اكبر اكوا بارك هتكون موجوده في الشرق الاوسط، هتتعمل الدوله هتعملها في مدينه الجلاله. عندي المارينا العالمي، مارينا عالمي لليخوت، هيسع من 250 ل 300 يخت. فانا الـ 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 المدينه او المشروع هو مشروع استراتيجي. جورا قريبه من كل ده، يعني هي 550 متر بالظبط، بتكلم من المارينا، من تيوليب، من كل الكلام ده. هي 550 متر من تيوليب الجلاله دايركت. هنلاقي برضو 600 متر مثلا من المارينا او اراوند الرقم ده. يعني عموما مدينه الجلاله برضو قريبه، يعني مثلا ساعه، ساعه ونص من ابعد حته يمكن في القاهره، ساعه ونص مثلا. بالظبط ساعه ونص، وطبعا مع الطفره اللي موجوده في الطرق دلوقتي في الوقت ده بقى اقل كتير. اعتقد في توسعات حصلت وحاجات كده كتيره اتسهلت في الطرق بتخليني اوصل اسرع يعني. بالظبط كده، بالاضافه ان في جامعه الجلاله، جامعه الملك سلمان، في كل الكلام ده. ده اللي خلى الجلاله هي فيرست هوم مش سكند هوم. زائد ان هي الطريق زي ما حضرتك بتقول كده، فبقدر ان انا يبقى الموضوع بالنسبه لي هطلع الويك اند وهاجي مثلا. لو مش هاخد مثلا اجازه مخصوص، واللي هياخدها فيرست هوم برضو، يعني احنا برضو قلنا الاول كانت مصيف بس او يعني بيبقى كام شهر، دلوقتي ممكن حد يعيش فيها. بالظبط، ياخد طريق وقربها من العاصمه الاداريه هتبقى الموضوع ساعه مثلا او حاجه. بالظبط تقريبا، احنا من مرحله اولى من العاصمه الاداريه نقدر نقول مثلا 30، من 30 ل 35 دقيقه، اقل من الساعه. بالظبط، وانا عندي المفروض ان مرحله ثالثه من العاصمه الاداريه هي اخرها هيكون ناحيه باسلوب بسيط كده يعني علشان الناس تفهمه، اخر المرحله الثالثه دي هيكون ناحيه العين السخنه ومدينه الجلاله. فاوريدي انا هبقى بكمل بعض، يعني المرحله الاخيره دي هيبقى 10 دقائق ولا حاجه هبقى في مدينه الجلاله. فدي الفكره، ده اللي خلى المدينه هي مدينه استراتيجيه، توجه للدوله. كان لازم نكون، كانت لازم شركه نيجيرسي تكون موجوده في الجلاله، لان هو مشروع مهم وهي اد فاليو للشركه وبيأد فاليو للعميل طبعا.